أحيت حركة أمل إقليم بيروت ليلة 8 محرم في باحة عاشوراء بمعوض بحضور السفير الإيراني مجتبى أماني، أعضاء في كتلة التنمية والتحرير، أعضاء في هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسي والمجلس الاستشاري في الحركة وحشد من المؤمنين. رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل مصطفى الفعاني أشار إلى أن الرئيس نبيه بري حذر من خطورة الوضع في حال لم ينتخب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن الحركة مرتاحة في ضوء زيارات الموفد الرئاسي الفرنسي جوئيف لودريان، ومشيرا إلى أن شعار حركة أمل وما بدلنا وفريق تعطيل شعاره ما خلونا. هذه الدعوة للحوار والطلاق والتفاهم، واليوم نحن نعبر عن ارتياح لما تمثل زيارة الموفد الفرنسي السيد لودريان إلى بيروت، واللقاءات التي تصب بالدفع نحو إجراء حوار داخلي ومعالمه واضحة خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول. ثم تلا السيد نصرات قشاقش السيرة الحسينية العطرة. بعدان لقوم قتلوك. المكتب الشرعي للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني في لبنان أحيى الذكر الحسيني بمجلس عزاء في مجمع الإمام الصادق عليه السلام في طريق المطار. مات يا ابني وين رباية وسهر ليل الفات. برعاية وحضور نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أحيى المجلس الليلة 8 محرم، وألقى مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبد أبو كسم كلمة تطرق فيها لأهمية الحوار لتقريب وجهات النظر. فإن فكرة النقاش والحوار تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ينتظم معه العمل الدستوري والمؤسساتي، مما يبعد عنا شبح الأخطار الداخلية والخارجية التي أصبحت على الأبواب. وفي الختام تلا الشيخ حسن بزي مجلس عزاء حسيني. إقليم جبل عامل في حركة أمل أحيا مجلس القاسم عليه السلام في ساحة القصم في صور، وقد قدم فوج الشهيد الدكتور مصطفى شمران في كشافة الرسالة الإسلامية الشبريحة نشيد أمير الماء. بيك يا حسين صارت نشيدي. ثم تلا السيد نصرات قشاقش السيرة الحسينية. اقرأ. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي أشار إلى أن لبنان أمام فريقين، أحدهما يرفض الحوار والتفاهم وآخر يعطل عمل المؤسسات، وكأنه يريد هزيمة الشعب الذي انتصر على إسرائيل بسياسات داخلية سهلت وصول العقوبات إلى الوطن. كلام قبيسي جاء خلال إلقائه كلمة حركة أمل في المجلس العاشورائي الذي تنظمه الحركة في بلدة قفرصير في حسينية البلدة. إذا أردتم الدفاع عن الوطن في وجه عقوبات خارجية وتحديات خارجية وحصار عربي، عليكم أن تتحدوا أيها اللبنانيون معارضة ومولاة. مهما اختلفنا على بقية الأشياء علينا أن نتوحد لنواجه المؤامرات الخارجية. وفي بلدة جلالة البقاعية أحيت حركة أمل الليلة 8 محرم بحضور الوزير السابق عباس مرتضى وقيادتي حركة أمل وحزب الله وفعاليات بلدية واجتماعية وتربوية وحشود حسينية. مرتضى اعتبر اللا بديل عن الحوار سبيلا وحيدا لتخطي الأزمات التي تعصف بالوطن في كل مستويات الدولة ومؤسساتها وإداراتها. رئاسة الجمهورية مفرغة ويريدون تعطيل مجلس النواب، ويريدون تعطيل مجلس الوزراء، ويريدون تفريغ المؤسسات. حركة أمل إقليم البقاع المنطقة الأولى أحيت 8 محرم بمجلس عاشورائي مركزي في ساحة الإمام السيد موسى الصدر في مدينة بعلبك بحضور راعي أبرشية القاع الأب إليان نصر الله وقيادات حركية وكشفية وفعاليات عسكرية وبلدية واجتماعية. نصر الله أشار إلى أن القاع يحصد ما زرعه الإمام موسى الصدر في العيش معا بسلام. نؤكد ونتمسك بروح التعايش المشترك ونعمل على تعزيز الجوار الحوار والتفاهم بين أفراد المجتمع. ثم تليت السيرة الحسينية.
وفي النبطية أحيت حركة أمل إقليم الجنوب الليلة الثامنة بمجلس عاشورائي حاشد في الباحة الخارجية لمقر قيادة المنطقة الأولى بحضور نواب وقيادات حركية وكشفية وفعاليات بلدية واجتماعية. وألقى الشيخ حسن خليفة السيرة الحسينية. في بربور أحيت حركة أمل شعبة برج أبي حيدر مجلس عزاء حسيني بحضور قيادتي حركة أمل وجمعية كشافة الرسالة الإسلامية وفعاليات. وألقى الشيخ حسين نجدي السيرة الحسينية. الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس بنهران الكورة أحيت الليلة الثامنة بحضور رئيسها نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ماهر خليل حسين.